الملعب هذا سابقا يعني خلينا نقول ثمانينات سبعينات، هذا كان يعني ملتقى الرياضيين كلهم، مال كل الموصل خلينا نقول. ايه بعد هاي الاحداث انه الملعب على اساس يتطور في شركه يفرشون الارضيه مثلا التارتان يسوي مدرجات. فبسبب الفاسدين الوضع تغير. سووا ملعب على اساس مغلق يعني خماسي خلينا نقول للجمناستيك للطائره المسبح ما اعرف ايش كذا. وقفوا الدنق بس وعافوا الملعب ومشوا. بقى الملعب للسوافل المكسره حشاكم، الحادث مرتين حادث قتل صار بي الملعب. مع العلم ناشدنا كل المسؤولين وماكو مسؤول ما جاء شافه، هيا يجي يدق صدر ويطلع يدير وجهه بشي قبل. فاحنا يعني محتاجين الملعب محتاجين، ويا ريت يا ريت يفلشوا كله يرجعوا ملعب، لان هذا يحتوي كل الفرق الشعبيه، كل الشباب الرياضيين، وتعرف هذا الملعب يعني خرج اجيال من ضمنهم حارس محمد يعني اللاعب العراقي لاعب المنتخب. فهي شباب الساعه حاره وين تروح؟ مع العلم كان ملتقى كل الرياضيين هذا المكان هذا. فبقى مكان للفساد حشاك والسوافل التعبانه. والله انا ما شاء الله عندنا يمكن سبع فرق رئيسيه راحت انعدمت من وراء ساحه المنصور فلشوها. من 2007 يعني الساحات كلها اتعمرت بالمناطق، احنا خربونا المنصور. المنصور هاي ساحه دوليه والدنيا كلها صارت منها. ما شاء الله عندنا لواعيب وصلت انديه من وراها. رئيس فريق؟ فريق الانصار المنصور. لحد الان رئيس موجود لحد الان. والله ماكو هسه نتوسل على ساحة الملعب للإدارة المحلية، على وادي حجر، ساحة الجوية، المامون، هاي الشباب كلها راحت انعدمت من وراء الساحات. يشارك بالبطولات؟ والله نشارك بس نتوسل بالساحات الباقية. يعني ماكو شيء خربوها، يعني هاي الشباب هسه وين تروح؟ والله ما عاد نعرف وين عيروحون وين عيجون صار بيهم. كانت على الأقل ساحة موجودة، نريد بلشي يفلشونها يرجعونها ساحة على هاي الشباب. هاي اللي نريد ونطالب بيها. هذا الملعب هاي صار له تقريبا من 2012 كان ملعب، كان تقريبا نسبة المنصور بيها فرق شعبية تقريبا لل 35 فريق. سوونا هذا على اساس الملعب، امانة الله هسه حتى الشباب كلها قامت تتجه على غير شغلات، يعني لا خلوه كامل ولا خلوه يعني فد مرة، يعني سقطوا بنى التحتية، لو عايفينهم مكانوا احسن. والله يستوعب الشباب عاد تروح على غير شغلات، يعني لازم تباشرون لنا بيه تكملون لنا اياه، يعني الى متى تظل هاي هيجي؟ هذا ملعب المنصور كان يجمع، هذا المنصور رياضيين كثيرين كانوا يلعبون هنا. هذا الملعب كان يجمع صغير وكبير، من الطفل للشايب يقعدون يطمشون على اللعبات. وراح جو على اساس يسوون لنا هو منتدى رياضي. احنا كيفنا قلنا منتدى رياضي يعني هذا يفيد العالم، وهذا حاله. شوف هذا حاله، صبوا الدنق وصبوا لا يعافوه مشوا. حرامات يعني دمروا مستقبل ثلاثة اجيال. هذا هسه ثلاثة اجيال، هاي صار ثلاثة اجيال تدمر مستقبلهم من وراء هاي الدنق. هاي شوف الكونكريتيه سووها ومشوا.